السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بالنسبة للناس اللي عندهم مشكل كيفاش يعمروا الملف ديال الترشيح لامتحانات البكالوريا أحرار، الملف تتمشوا تاخذوه في المكتبة تيدير 2 دراهم، هو أصلا تيدير درهم فاصلة 20، يعني 24 ريال، ولكن المكتبة تبيعو بدرهم، ونورمالمون خصو يتباع بدرهم فاصلة 20 للعموم. هنايا شنو تتمشيو هنايا ضروري هنا تكون عندكم صورة حديثة، يعني صورة جديدة، يعني ديال هاد السنة هادي، تصور واحد 6 تصويرات داكور. هنا عندكم الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، اش من أكاديمية فاش تدفعوا، وكل أكاديمية كاينة في جهة. حنا في المغرب شحال عندنا من جهة؟ عندنا 12 جهة. شكون هما هاد الجهات؟ إما سوسماسا، إما الدار البيضاء سطات، مراكش أسفي، درعا تافيلالت، بني ملال خنيفرة، فاس مكناس، جهة الشرق، طنجة تطوان الحسيمة، الرباط سالار قنيطرة، كاين إيكالمون كلمي واد نون، ولا العيون الساقية الحمراء، ولا الدخلة والذهب. دونك على حسب الجهة فاش كنتو نتوما. هنا ما تتعمروش هاد البلاصة هادي، المؤسسة ما تتعمروهاش. النيابات كل أكاديمية فيها النيابات، فيها النيابة ديالها. مثلا نعطيكم غير الأمثلة، غادي تدخلوا غادي تكتبوا في جوجل النيابات، مثلا الجهة ديال الشرقية مثلا فيها 6 نيابات، فيها ديال وجدة أنقاد، فيها جرادة، فيها بركان، فيها توريت، الناظور، فيكيك. ناخذوا مثال ثاني بحال طنجة تطوان، شحال من نيابة فيها؟ فيها 5 نيابات، كاينة طنجة أصيلة، الفحص أنجرة، تطوان، العرائش. دونك راه غادي نحاول نحط لكم أنا النيابات لوليان ديالهم، داكور، يعني كل واحد والنيابة ديالو. ناخذوا مثال آخر، ناخذوا مثلا جهة ديال الرباط، سالا زمور، كاين الرباط، كاين الصخيرة التمارة، كاين سالا الجديدة، سالا المدينة، سالا الجديدة، وكاين الخميسات. بالنسبة للدار البيضاء، كاين الدار البيضاء أنفال، اكسيتيرا. المهم هنا تتعمروا النيابة، راه عندكم هنا المؤسسه ما تتعمروهاش. هنا التعليم تتعمرو غير متمدرس، تديروا هنا غير متمدرس، داكور. دونك هذه هي اول حاجه. هنا كيف قلنا الصور، يعني تعمروا الجهه والنيابه، وهنا غير متمدرس، المؤسسه لا، تتعمروا سلمو هاد 3 الحويجات. ثاني حاجه هو طلب الترشيح، طلب الترشيح، هاد الطلب هذا تتعمروه نتوما بيديكم، نتوما اللي تتعمروه. هنا تتكتبوا الرقم الوطني للمترشح ولا المترشحه، ولكن هذا الرقم الوطني خاص بالناس الحاصلين على البكالوريا. الناس اللي حصلوا على البكالوريا تيعمروه، الناس اللي ما حصلوش على البكالوريا ما تيعمروه. هنا رقم البطاقه الوطنيه تتسمى سي اي ان، عندك النيميرو على حسب، تكون هنا اما رقم يعني بالفرنسيه، اما جوج الارقام. هنا تكتبوا النمره ديال لاكارت ناسيونال سي اي ان. هنا تكتب انا الموقع اسفلا، الاسم العائلي والشخصي، تكتبوه باللغه العربيه، هنا تكتبوا باللغه الفرنسيه، هنا تكتبوا واش ذكر ولا انثى، والجنسيه الا كتبتي ذكر تكتب مغربي، وانثى تكتبوا مغربيه. هنا تاريخ الميلاد، هنا تديروا مثلا 15 في الشهر ولا 10 في الشهر، هنا 15، هنا الشهر وشهر واحد ولا جوج ولا 3 حتى 12. هنا تزيدوا الله يخليكم على جوج الخانات باش تكتبوا فيه السنه، صافي. ضيفوها نتوما بالمسطره ديالكم، مثلا 1900 ولا 2000 ولا كذا، داكور. هنا تكتبوا تديروا فيه 4 الارقام. بالنسبه لمكان الميلاد، تديروا البلاصه فين زاديتوا اللي مكتوبه عندكم في الحاله المدنيه، الاسم ولقب الاب او الوالي، يعني الاسم ديالو، يعني الاب ديالك، الاسم العائلي والشخصي. هنا رقم التاجيره والمعاش اذا كان موظف، ها هو اذا كان بالنسبه للموظفين المنتمين لقطاع التربيه الوطنيه، اذا كان الاب ديالك موظف ولا الوالي ديالكم تابع لي يعني موظف في القطاع ديال التربيه الوطنيه، تتكتب النمره ديالو هنايا. عنوان الاب ولا الوالي ديالك، العنوان ديالو فين ساكن، هنا الكماله ياك، هنا راه تتم بعض المرات تيكون في البوادي، تيكون القياده والعماله داكور، تتكملوا هنايا. هنا رقم الهاتف ديالكم، رقم الهاتف ديالكم، صافي، واضح، رقم الهاتف ديالكم. هنايا الشعب اللي عندكم، بالنسبه للشعبه اللي عندكم، اما كيف قلنا ردوا البال، مثلا كنتي غادي دير العلوم الاقتصاديه تكتب هنا العلوم الاقتصاديه، ولا علوم التدبير المحاسباتي، داكور، على يعني حسب الشعبه اللي درتي، ولا مثلا العلوم الفيزيائيه، ولا العلوم الرياضيه، ولا الادب العصري، على يعني حسب الشعبه اللي طلبتي لهم، صافي. هنا اللغه الاجنبيه الاولى هي اللغه الفرنسيه، هنا تكتبوا اللغه الفرنسيه هي اللغه الاجنبيه الاولى. بالنسبه للغه الاجنبيه الثانيه،
كاينين ثلاثه اللغات، اما بعض المناطق بعض الجهات تيديروا اللغه الانجليزيه، بعض الجهات تيديروا اللغه الايطاليه، وبعض الجهات تيديروا اللغه الالمانيه على حساب ولا الاسبانيه. بحال دابا الشمال تيكون الاسبانيه وحتى في الصحراء عندنا الاسبانيه. دونك ردوا البال اللغه الاجنبيه اللي طلبتوا ليهم. هنا حرر بي ديك المدينه ديالك، هنا تكتبوا المدينه، وهنا تاريخ مثلا 2021. اليوم جو سي با لو 27 ولا لو 28، لو 27 نظن اليوم، لو 27 10 مثلا نهار عمرتو هذا الملف تكتبوا فيه هذه المساله هذه. دونك هنا لا سيناتور ديالكم، صافي هنا الامضاء ديالكم. دونك هذه بالنسبه لكم انتم اللي تتعمروا هذه الخانات هذه. الجزء الثاني اللي هو نسخه من رسم، من موجزه من رسم الولاده، بحال فين تتمشيو؟ تتمشيو للحاله المدنيه، تتمشيو اما المقاطعه او الجامعه القرويه على حساب واش في المدينه ولا في الباديه. تتمشيو عند ضابط الحاله المدنيه، تتدوا لهم نسخه من البطاقه من الحاله المدنيه، ديك الحاله المدنيه ديالكم، والموظف هو اللي تيعمر لكم هذه الامور هذه، هو اللي تيعمر لكم هذا المعطيات، وهنا تيسني لك، ها تيكشي لك وتيسني لك، صافي. بالنسبه للناس اللي ما مشوش ماشي في المدينه ديالهم، يقدروا يديروا معاكم تسهيل انك تدي لي اكستري، ولكن خصو يكون خضر ويقدر يعمر لك، حيت بوسكوت ولا هذا الشيء الكتروني يقدر يعمر لك هذه المساله هذه. بالنسبه للشهاده المدرسيه، هنايا هاد اما تتعمروا هذه ولا شهاده الانقطاع. غادي نشرح لكم بنقطه بنقطه، اما الاولى شهاده مدرسيه ولا شهاده الانقطاع. غادي نبداو نشرحوا شكون هما الناس اللي غادي يعمروا شهاده مدرسيه وشكون هما الناس اللي غادي يعمروا شهاده الانقطاع. بالنسبه لهاد الشهاده المدرسيه تيعمروها الناس اللي توقفوا في التسعه، داكور في التسعه مثلا، يلا قراو التسعه، تتمشي تديها الاعداديه ديالك، راه هنا راه شارو ليها الاعداديه، هو اللي تيعمرها لك المدير ديال الاعداديه، هو اللي تيعمرها لك ولا المسؤول تمايا، ونورمالمون المدير هو اللي تيسنيها لك وتيكاشي لك هنا يشتم خاتم وامضاء مدير المؤسسه، تيسني لك كونكور انقطعت، حيت عندهم المعطيات ديالك، راه عندهم الدوسي ديالك، اش من عام فين انقطعتي، تيعمروا لك مجموعه من الامور هنايا، يعني على حسب الملف ديالك راه تبقى عندهم نسخه. دونك هنا تيعمروا الناس ديال الاعداديه فاش قريتي. بالنسبه لشهاده الانقطاع شكون اللي تيعمرها؟ حتى هي تتمشيو للثانويه، تتسمى دابا ثانوي، الثانوي المهم الثانويه ديالكم. هنا بالنسبه للناس اللي خرجوا في جدع مشترك السانكياماني ولا بروميير اني باك ولا البكالوريا، الناس اللي حاصلين على شهاده البكالوريا من الاحسن يديو فوتوكوبي ديال البكالوريا ديالهم، يديروا لها فوتوكوبي ويدوها مع الملف باش يعمروا لكم، داكور. يعني هنايا تيعمرها لك حتى هو ايغالمون المدير، ها المدير. الا شفتوا معايا هنا بحال دابا هاد الثلاثه هادي تكتبوها الناس اللي حاصلين على البكالوريا هنايا، يعني الاكاديميه فاش حصلت على البكالوريا، الشعبه واش مندوره وحريره، يعني هنا ما تتعمروش نتوما، يعني المسؤول يعني المدير ديال الثانويه ديالكم هو اللي تيعمر لكم هاد 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 الخانات هادو. دونك هادو هما، هذا هو الملف، نعاودو نرجعو. دونك فيه الجزء الاول اللي هو هذا، داكور هو هذا راه ديجا عمرناه، والجزء الثاني اللي هو اللي تتعمروا فين، في الثانويه ديالكم ولا في الاعداديه ديالكم، يعني اما شهاده مدرسيه اما شهاده الانقطاع. نجيو دابا للوثائق. الا شفتوا معايا هنايا في لودو ديال هذا الملف هذا كاين تكوين ملف الترشيح، هنا راه شرحوا لنا الطريقه. يجب ان هنايا المعلومات هذو يجب ان يعبأ الملف بكامل الدقه، يعني يكون امور مزيانه من طرف المهم هنا المؤسسه اللي درناها، والتاشير يعني كاشي لك، داكو الغير هنا المهم حتى هو ايغالمون في المؤسسه اللي شرحناه. شهاده الاعفاء بالنسبه للناس اللي ما غاديش يديروا السبور الرياضه، خصهم يدفعوا شهاده طبيه يمشوا للحومه ديالهم، ديك المستوصف ديال الحومه، ولا يمشوا لشي طبيب يعني مع تم اعترف به، تيقاد لك شهاده طبيه وتدفعها مع الملف ديالك. ثلاث أضرفة المهم سبعة بالنسبة لك. شهادة السكنة بعض المرات يطلبوا لك شهادة السكنة، بعض المرات يطلبوا لك لاكارت ناسيونال. علاش شهادة السكنة؟ بالنسبة للناس اللي ما غاديش يدوزوا في المدينة ديالهم، ما ساكنينش في المدينة، ما غاديش يدوزوا في البلاصة فين زادوا، غادي يدوزوا في المدينة فاش مستقرين دابا، يقدروا يطلبوا لهم شهادة السكنة، وبيان سور صورة من بطاقة التعريف الوطنية. داكور دونك هادو الوثائق راه ديجا درتهم لكم أنا في واحد الفيديو قبل.
هما هادو. الملف الابيض هو اللي عمرناه صوره او اكثر على حساب النيابات، شهاده السكن بمستند اضريفه، شهاده الحفاظ التربيه الوطنيه، وثيقه الترشيح الالكترونيه. هذه ان فاتت عمرو في الموقع الالكتروني تتسحبوها وتانكسيوها، انكسي يعني تتكون مع الملف، تتمشي مع الملف. صافي، دونك هادو هما الامور اللي تيطلبوا لكم بالنسبه للشهاده البكالوريا، وتنتمنوا لكم التوفيق والنجاح ان شاء الله. الله يوفق الجميع.